انترفيو. أستاذ أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وتحياتي لمستمعي إكسبريس فهم. جزيل الشكر لك على قبول الدعوة السيد إبراهيم بودربالة. منذ الدور الأول ضمنت مقعد في البرلمان القادم، تعليقك على نتائج الدور الثاني، على الأقل نتائج المشاركة واللي مرة أخرى كانت ضعيفة تقريبا في نفس مستوى الدور الأول، 11.22 في الدور الأول، 11.40 بعد لارونديسمون في الدور الثاني. والله بتحليل الموضوع يعني نتيجة المشاركة يعني نعتبرها منتظرة، كان حله موضوعيا لعدة أسباب. السبب الأولاني اكتشفته أنا من خلال الحملة الانتخابية واتصالي ب يعني المواطنين وعامة المواطنين، ثم تحدثت معهم وتكلموا بكل صراحة، قالوا انتم المجلس ولا النائب شفناكم قبل، جيتوا وعطيتونا وعود ومن بعد ما شفناكم، ولذلك باش تجيوا تعاودوا نفس الكلام نفس الغناية، واحنا توا ما عادش عندنا لا سكر لا زيت لا يعني مواد ضرورية، الظروف المعيشية ارتفعت، ولذلك رانا الخطاب متاعكم مانيش مصدقين. هذه حاجة أولى. حاجة ثانية، طريقة الانتخاب جديدة الدوائر الفردية بنظام الدورتين هذه حديثة، كل نائب يعني طلب منه باش يقدم البرنامج نتاعو، رايته في المجال السياسي، رايته في المجال الاقتصادي، رايته في المجال الاجتماعي، خلاو له يعني مجال باش يعطي بعض رؤى يعني بصوره شخصيه. تصور انت 161 مقعد، ثم 161 تصور، الناس قعدت معناتها الناخب ما فهمش القانون الجديد، ما يعني ما استوعبش ما استوعبش، هي طريقه جديده ونعرفوها، كل طريقه جديده ماهيش مفهوم ما استوعبش. ثم انه حاجه اخرى، راي الحياه البرلمانيه مع الاسف الشديد، وهذه راجع لاختيار النظام تاع دستور 2014، نظام رئاسي معدل ونظام برلماني معدل، فضلا على طريقه الانتخاب، انجت يعني صوره برلمانيه ما حبهاش الشعب، رفضها الشعب، هاك الخصومات وما الى ذلك ما كانش متعود بها ورفضها، ولو انه في دول متقدمه موجوده بعض الصور هذه، لكن مش بالطريقه اللي شفناها. التشريعيه 2019 سيد العميد فيها 41 وشويه نسبه مشاركه. اي ايش بي، اما المره هذه راهو لا ثم لا كيران لمدت العباد، لا ثم فلوس تعطات، لا ثم حتى شيء. معناتها حتى كان موجود، حتى ثم بعض حالات عطاو فيها فلوس وكذا، لكن طاحوا في الانتخابات ما جابوش عدد التزكيات اللي صوروها. معناتها 30% فارق بين ال 41% وال 11%، هذوكم ناس مشريين وجابوا فيهم بالكيرة. لا لا لا، 30% هذوما ثم عدة أسباب، ما ذكرت سبب واحد، ثم أسباب أنه إنسان قال لك اللي جاوا قبل قدموا لنا وعود وما شفناهمش إلا بعد الانتخابات اللي بعدها، واللي يعني الصورة اللي خذيناها ماهيش كان صورة إيجابية، فضلا على أنه طريقة الانتخاب الحديثة نظام الدوائر الفردية كانت يعني جديدة، ما كانتش مش كما ثم مثلا أحزاب تقدمت وتحدثت، هذا يجي شخص بصورة فردية والإمكانيات متاع الدعاية محدودة وما إلى ذلك، ما جلبتش يعني المواطنين بالطريقة يعني اللي كنا ننتظرها. على أي حال، فما نوع من خيبة الأمل بالنتيجة هذه نتاع 11.40 و 11.22؟ لا بالعكس، أنا أقول لك بالعكس. أو علاش بالعكس؟ أولا وبالذات الأرقام اللي قدمتها الهيئة العليا المستقلة أرقام ذات مصداقية، قالت يعني شاركوا يعني نسبة 11 إلى 12% أرقام صحيحة. ولهنا يعني بالنسبة لنا ودعنا ما سبق من أنه 99 و98% أو طريقة الانتخاب اللي فيها استمالة يعني الناخبين بدون
يعني أن تكون هناك مصداقية في الوعود الانتخابية. هذه الإيجابية الأولى. الإيجابية الثانية، ما هو مطلوب من النواب في المستقبل، المجلس المستقبل، زملائي في المجلس المستقبل، هما يلزمهم يعطيوا صورة إيجابية للعمل البرلماني. لهنا عندهم جهد خاص استثنائي يلزم يقدموه للشعب باش يقتنع بالبرلمان. شنو الضمان في هذا سيد العميد؟ شنو اللي يضمن للمواطن التونسي انه في اخر الامر ماهوش باش يشوف برلمان كيما اللي كان كارهو هذاك؟ وهذاك علاش احنا كيما يقولوها نستناو التطبيقات باش نحكموا. احنا ما نقدمه الان هو رؤيتنا، هو تمنياتنا، ولكن التطبيقات هي التي يعني تعطي صورة الحقيقية للعمل البرلماني. وانت باش يكون موكول لك الفرض هذا كرئيس مجلس القادم؟ لا، هذاك حتى ينتخبوني زملائي. انت باش تترشح في هذا المنصب؟ انتم تسبقوا الاحداث، ما قلت لكم انتم حاجه هذا انا مديده من اللي استبقنا الاحداث وماشيه صحيحه. انا المره اللي فاتت قلت لكم نحيي الساده الاعلاميين بقدره التنبؤ، ولكن عندكم نواه خاصه، لكن توا لهنا ثم 154 نائب. اذا كان اقتنعوا بيا باش نشد رئيس البرلمان فيا حبذا. بلا كانت صح النبوه سي ابراهيم ترجع بحذانا وتقولنا يعطيكم الصحه نبوتكم كانت هي صح. لا اكيد انتم عندها اشهر. انتم راكم وليتوا الساده الاعلاميين يعني بصوره عامه، وليتوا اصدقائي وعندنا صداقه كبيره ياسر. وليت حسب رايك سي ابراهيم شنو ما لو كان موكول لك انك تحدد الاولويات العاجله نتاع البرلمان القادم هذا في خدمته، شنو تنجم تكون؟ هو توا شوف نتفقوا على حاجه، ما هي صلاحيات البرلمان؟ هي صلاحيات سن القوانين وصلاحيات الرقابيه. بالنسبه لصلاحيات القوانين، من يقدم القوانين؟ يقدم القوانين اساسا للحكومه أو رئيس الجمهورية، وعند ذلك يعني المشاريع التي يقدمها السيد رئيس الجمهورية لها أولوية في النظر، أو إذا كان 10 نواب يعني عدوا مشروع قانون ويقدموه. بالتالي احنا عندنا يعني محكوم فينا بحكم يعني الصلاحيات الموكونة لنا دستوريا. ثانيا الصلاحية الثانية هي العمل الرقابي للحكومة. العمل الرقابي للحكومة يتمثل في مساءلة الحكومة، سواء يعني رئيس الحكومة أو أفراد بعض من أعضاء الحكومة، أو تقديم استجواب لرئيس الحكومة وبعض أعضاء الحكومة، والصلاحيات المشتركة بين مجلس التشريعي ومجلس جهات الأقاليم في خصوص يعني الصلاحيات المشتركة، أن القانون المالية يتقدم للمجلس الجهات والأقاليم ثم يعرض على المجلس التشريعي. وبالنسبة لإعداد لائحة اللوم، هذا الدور الرقابي وهي آخر مرحلة يعني في ونتمنى أن لا نصل إلى ذلك، أنه في إعداد لائحة اللوم ضد الحكومة لهنا يعني تقع بالاشتراك مع مجلس الجهات والأقاليم. في هذه الصورة رئيس الجمهورية له خياران، إما أن يغير الحكومة أو أنه يقوم بحل البرلمان ويرجع للخيار لهنا للشعب. الصلاحيات الموجودة في الدستور لكن كأولويات المؤسسة، أنا كي نسمع الشرح اللي عملته أنت تو سي إبراهيم يظهر لي وأنه نجم يكون عندي الانطباع على الأقل وأنه مؤسسة البرلمان في المستقبل باش تكون مؤسسة رد فعل، معناتها باش يتبعثوا لها المشاريع مشاريع قوانين مبادرات تشريعيه و لا لا هو توا لهنا بحكم الدوائر الفرديه راهو باش تغير الصوره النمطيه للنائب. كيفاش باش تغير الصوره النمطيه للنائب؟ قبل كانت تتقدم قائمه مستقله وقائمه عن حزب، وبالتالي يكونوا ملتزمين يعني ب الدعايه الحزبيه وما الى ذلك. الان ثم من جانب اخر يكون عندها يعني بطاقه هويه سياسيه. إيه الشيء اللي هو لكن شفنا الوعود اللي تقدمت، ثم شكون قرني باش نخدم 400,000 عام موت شغل واذا بما ثم شيء. في الجديد في القديم ولا في الجديد؟ في البرلمان السابق بعد 14 جانفي. اما حتى في الحمله هذه لو سمعنا وعود يعني الواحد ما نعرفش كيفاش يمكن تطبيقها. ربما شوف ربما الوعود اللي تقدمت، ما تعرف الواحد تو لهنا انسان ينطلق من صلاحياته اللي موجوده دستوريا راهو.
اللي قبل الاحزاب، والاحزاب خاطر باش تشكل الحكومه، لهنا الحكومه هي رئيس الحكومه اصبح من اختيار رئيس الجمهوريه في نظام رئاسي، والوزراء يعينون من طرف رئيس الجمهوريه باقتراح من رئيس الحكومه. قبل الاحزاب يقول لك انا كي ناخذ الاغلبيه انا اللي بشكل الحكومه، وبالتالي هاو برنامجي اللي باش نقدمه. اما احنا تو اخترنا في الدستور الجديد النظام الرئاسي، وعلى رئيس الدوله ان يحسن اختيار رئيس الحكومه. صحيح. وكذلك رئيس الحكومه عليه ان يحسن اختيار الوزراء ويقنع بهم رئيس الجمهورية لكي يتم تعيينهم من قبل. في الأثناء ثلاثة أرباع النواب اللي ترشحوا وتعداوا ويعدين كل واحد بسبيطار مثلا في الحد الأدنى، ما هو شوف هم عندهم يعني عبروا 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 على نوايا حسنة، واحنا يعني كي ناخذوا من جانب التعبير عن النوايا الحسنه، تقول انت كي ناخذوا من جانب التعبير عن النوايا الحسنه، لهنا نعتقد هذا في دورهم الرقابي، وفي دورهم الرقابي اللي باش يقوموا به مع الحكومه بطبيعه الحال لهنا ربما يوجهوا اسئله للوزارات المعنيه ويوزلوا استجوابات كذلك حتى الرئيس الحكومه في خصوص يعني ما يرونه من وجوب تحقيق هدف معين. سي ابراهيم بودربيلة، ما ثماش تناقض بين الوعود التي قدموها والدوله اللي ان شاء الله ما يكونوش الوعود هذوما في البرنامج المودع على يد الهيئه، ما كانش تولي فيها صاحب ثقه. لا ما نصورش، انا ما نصورش، نصور انا في المستقبل احنا ننتظروا، احنا سواء النواب او عموم الشعب، واهم حاجه هو الشعب، هو انك باش تكون عندك مصداقيه مع الشعب، أنك يحب الشعب يشوف أولا ما هي صلاحية البرلمان، ما هو الدور الذي يلعبه النائب، وخاصة بالنسبة للدوائر الحديد للدوائر الفردية الآن أصبحت هناك علاقة مباشرة بين النائب والقاعدة الانتخابية، بحيث هو زيادة على الصلاحية الدستورية لهنا يجب عليه أن يلعب دور الوسيط بينه وبين السلطة المحلية والسلطة الجهوية. السلطة المحلية هي البلديات، والسلطة الجهوية المجلس الجهوي أو الولاية. لهنا لابد له أن يبلغ صوت المواطنين، صوت الأحياء الشعبية للبلديات لكي تقوم بواجبها في الأحياء، أو لمجلس الجهوي أو للسيد الوالي، يعني بدون أن ينزع صلاحيتها يعني صلاحيات هؤلاء، ولكن باش يكون له يعني دور اقتراح ودور متابعه وما الى ذلك. سي ابراهيم بودربيلة، حكيت قبليك على الدور الرقابي للبرلمان، برلمان القادم. يراقب الحكومه، يراقب رئيس الحكومه، يراقب الوزراء، لكنه لا يراقب رئيس الجمهوريه. ما احنا هذا ما قرره الشعب من خلال الاستفتاء على الدستور، وانا احنا مرتبطين بالدستور. الشعب لم يكتب الدستور. لا، ولكن الشعب صوت على الدستور، استدعي للتصويت على الدستور وصوت لفات هذا الدستور. نفس هذا الدستور الذي صوت عليه الشعب فيه امكانيه تغيير للدستور، فما امكانيه كون البرلمان القادم يعدل في هذا الدستور؟ كنا القوانين من تقدم من طرف من طرف ثلاثة جهات. علاش البرلمان ينجم من تلقاء نفسه؟ ايه ما قلت من طرف ثلاثة جهات. على الأقل 10 نواب. ايه 10 نواب ننتظر، بلكش ما نلقاوهمش ال 10 نواب اللي يحبوا يغيروا، أو إذا كان قدموا مشروع قانون سيقع دراسته. من حيث كان المبدأ، أنت من حيث المبدأ، إذا كان إذا كان القانون يسمح بذلك، إذا كان القانون يسمح بذلك بتقديم مشروع قانون بطبيعة الحال لابد من عرضه على مجلس النواب لمناقشته. هذه يعني بالضرورة، هذه أمور بديهية من حيث المبدأ. أنت تحكي لي على مسألة بديهية، إذا كان يجيوا 10 نواب ويقولوا لي ثم فصول في الدستور نحبوا أن نراجعوهم، بالضرورة أنك باش ترجعهم باش تعرضهم للنقاش وباش يقع النقاش فيهم. سي إبراهيم، حاجتي برأيك السياسي والقانوني في مسألة تمت إثارتها في الأيام الأخيرة هذه فيما يخص الدوائر اللي ما فيهاش مترشحين. سمعنا أعضاء من الهيئة العليا للانتخابات يقولوا أنه البرلمان القادم هو الذي سيقرر هل نعمل انتخابات جزئية فيما يخص الدوائر هذه وإلا لا. حب نعرف رأيك في المسألة هذه، هل البرلمان مخول مع أنه يقول لا ما حشتنيش بالسبعة أعضاء اللي مفروض يكونوا موجودين، ولا كيفاش تصير العملية؟ هو ما هو ثم أكيد هو كي باش يسمع ثم قانون داخلي باش يقع تبنيه ويقع التصويت عليه، هذه حاجة أولى. حاجة ثانية، المرسوم اللي عمل الانتخابات اللي بموجبه تمت الانتخابات هذايا ممكن يعني تو باش يجي قانون انتخابي وتقع مناقشته، وربما يقع إضافة الدوائر
ربما يقع التخفيض من الدوائر، ربما يعني تزكيات ربما يقع زيادة فيها، ربما يقع تخفيض فيها. هذه كلها يعني مسألة مستقبلية خاضعة بطبيعة الحال للقوانين التي ستطبق وستقدم وإلى مداولات مجلس النواب. ينجم هل معقول أنه نحن بدينا باش نعملوا مجلس فيه 161 نائب كي ما خلطناش نرشحوا سبعه نقولوا اي ما حشناش بهم اللي هما؟ هل معقول حسب رايك قانونيا وحتى مبدئيا وفلسفيا انه التوانسه اللي في الخارج الكل ما يكون عندهم حتى ممثل؟ لا ما قلناش شيء هذا. التوانسه اللي في الخارج شكون قلنا ما عندناش ممثل؟ ربما ثم بعض انتقادات لطريقه الانتخاب وللاجراءات ولشروط الواحد، هذه قابله للمراجعه وقابله لاعاده دراسه وقابله لاعاده تقييم. فما هو ايجابي لابد من تدعيمه وما هو سلبي لابد من يعني تلافيه. انا باش نقول لك مثلا تو كي تجي انت يعني جهه ما فيهاش عدد كبير، وبينما في اوروبا في فرنسا مثلا عندنا فوق من مليون تونسي في فرنسا، بينما في جهه من جهات ما عندنا حتى واحد. فبني انا نحبوا يعني تمثيليه وبطبيعه الحال مواطنين التوانسه نحبوا ديما يكونوا مرتبطين بوطنهم وما الى ذلك. ربما حتى الدوائر الانتخابيه يقع تغيير. انت سي ابراهيم لهنا تحكي لي على تعديل القانون الانتخابي في مرحله قادمه، انا نحكي لك على تطبيق القانون الحالي. اي هل نجموا نعملوا نجموا نتغاضوا على تطبيق جانب منه؟ هذايا مرسوم بطبيعه الحال وقت الصلاحيات التشريعيه الان لدى السيد رئيس الجمهوريه. عندما ينتصب المجلس التشريعي باش تصبح الصلاحيات والوظيفة التشريعية لدى مجلس النواب، وبالتالي يعني عندما يقدم قانون لمجلس النواب ستقع مناقشته من طرف هذا المجلس. سي إبراهيم بودربالة، مرة أخرى بنرجع للدور الرقابي للبرلمان القادم، وهو بالأساس يهدف إلى محاربة الفساد. محاربة الفساد كان واحد من أهم العروس اللي بنى عليهم قيس سعيد، سواء بعد 25 جويليا أو في الانتخابات متاع 2019. وسندته ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين سنده في ذلك، وشخصيا سنده في ذلك ولا زلت أسانده. ولا أعتقد كون هناك تونسي عاقل لا يمكن أن يساند محاربة الفساد. لا، ثم شكون ما يحبوش؟ لا، إذا كانوا منتفع. المستفيدين إذا كانوا منتفع. المستفيدين من الفساد ما يحبوش. إذا كانوا منتفع. باش تفسر كونه إلى حد الآن هذه الشعارات بقيت شعارات؟ لأنه مثلا وقت اللي نجيو في أسوأ ترتيب لنا في ترتيب مؤشر مدركات الفساد، كي نسجلوا أضعف المستويات على مستوى محاربة الفساد، شنو اللي يخلي هالشعار مازال شعار؟ الرئيس قيس سعيد رجل قانون ويحب يعني كل الإجراءات التي تتخذ تكون يعني مبنية على أسس قانونية، وخاصة مسألة يعني احترام المحاكمة العادلة. فكل إنسان يفترض وأنه بريء إلى أن تقع محاكمته من خلال محاكمة تضمن له فيها حقوق الدفاع. بالتالي نعرف احنا المنظومة الإجرائية اللي عندنا الآن رأي منظومة كلاسيكية، ويعني مسألة يعني الاستقراءات أمام التي يقوم بها السادة قضاة التحقيق، والاختبارات الفنية، خاصة أنه ثم اختبارات فنية واختبارات علمية، ثم أنه كل الإجراءات التي الغاية منها ربما إطالة العمل التحقيقي أو أمام دائرة الاتهام أو أمام دائرة التعقيب، لأنه الإنسان المحال أمام قضية التحقيق يعني بعد الاختبارات وما إلى ذلك، قاضي حاكم التحقيق يختم البحث، ممكن تعن في قرار أمام دائرة الاتهام، ودائرة الاتهام بطبيعة الحال تعاود تدرس الملف، ثم بعد ذلك يقع إعلامه بقرار دائرة الاتهام، يمكن له تعقيب هذا القرار، ولا يمكن أن يمثل أمام المحكمة إلا بعد أن تصدر محكمة التعقيب يعني قرارها في الموضوع. كل هذه الإجراءات جعلت أن مسألة المتابعة يعني تطول نسبيا. لو كان احنا بيدنا في إطار يعني فلسفة مقاومة الفساد، حتى المنظومة الإجرائية يجب تغييرها في المستقبل، وجعل هذه القضايا ربما تكون فيها الإجراءات يعني تتسم بسرعة
صحيح انا نشاطر لك الراي. مش من الاجدر نعملوا محاكم محترمه، نعملوا رقمنه العداله، ندخلوا قضاه جدد؟ مش من الاجدر نعملوا هكا في عظمى نختصروا الاجراءات تكوين القضاه؟ لا هذه قوانين راي قانونيين راي موجوده من قديم، راه مجلس الاجراءات الجزائيه واحد وكل شيء، وقد ما حاولنا باش نغيروا المجله هذه حتى في ظل يعني سواء في بالنسبه وقت يعني في عهد الرئيس حبيب بورقيبه رحمه الله، يعني وقعت محاولات في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي كذلك رحمه الله، يعني وقعت محاولات، لكن ما الان المحاكم مكبله بكم هائل من القضايا، كان من الممكن يعني تجنب انه يتعداوا على المحكمه جمله واحده. راهو نكلمك مثلا، شوف ثم خيارات، راهو مثلا قضايا الشيكات بدون رصيد اللي توا ولات يعني تقريبا عندنا عندنا خمسه محاكم ابتدائيه، المحكمة الابتدائية بتونس فيها ثلاثة دوائر، وبقية المحاكم الابتدائية يعني كل واحدة فيها دائرة بمعدل 1000 قضية في الشهر. هذه وكل والمسألة أكثر هي الإجراءات الإدارية اللي بعد الحكم، يعني ثم إجراءات إدارية واعتراضات وما إلى ذلك. قضايا الأحوال الشخصية الآن إذا كان ثم ابن قصر لابد من ثلاثة جلسات صلحية، يعني يشوف القضاة اللي يلزمهم يكونوا موجودين باش يأمنوا الجلسات الصلحية. قضايا المؤسسات اللي تمر بصعوبات اقتصادية، القضايا التي ربما يمكن أن تفصل يعني إداريا ولات يعني من اختصاص القضاء، كما ياكل بينا بدون رخصة والصلح مع في خصوص ترفيع الأسعار وكل شيء، هذه كلها ولات بحيث كبلت المحاكم بالعدد هام من القضايا، والآن المنظومة الإجرائية يجب عليها أن تراجع هذه المسائل. معاك أنا راه ونوافقك في أنه مسألة غير معقولة، لكن سيادتكم لو كان جيوا تطلعوا على عمل المحاكم راهو تلقى يعني الإطار الإداري غير راضي، الإطار القضائي غير راضي، المحامين غير راضيين، المتقاضين اللي يدخل المحاكم الداخل مفقود والخارج مولود، هذا ما اتفق فيه معك، ولذلك لابد من الاسراع بتغيير المنظومه الاجرائيه، هذا مما لا شك فيه. قديش مثلا حتى في ابسط الاحتياجات نتاع القضاه، ديزورديناتور مثلا ما عندهمش، مكاتب في بعض الاحيان ما عندهمش، ما نحكيش على ملفات القضايا لأنه صراحة فوضى كبيرة، هذايا الكل ألا يمكن على الأقل البداية في علاجه؟ أي هذايا تو السادة القضاة، السادة القضاة أولا الإطار الإداري الكل راهو عليه أن يعني يبذل المجهود اللازم لمعالجته راهو. القضاة هما اللي المفروض يعالجوه. هذايا موجود راهو، كان تمشي تلقى في كل دائرة تو موجود الأورديناتور وموجود الواحد، لكن ثم حاجة أورديناتور على قداش من قاضي؟ لا موجودين الاورديناتور موجودين بكميه كبيره ياسر، لكن بخصوص استعمالهم وما الى ذلك. مثلا هاو شو نقول لك، مثلا التطبيق نتاع الاعلاميه ما سمحوش الى يومنا الحاضر بانه يكون ثم تواصل بين مكاتب المحامين بالنسبه لمعرفه قضاياهم، ولا حتى اذا كانوا قاع اجتهادات فهي اجتهادات يعني بسيطه. نحن نطالبوا بالاسراع في المساله هذه ضروري. جزيل الشكر لك العميد السابق للمحامين رئيس البرلمان القادم مع تأجيل التنفيذ سي إبراهيم بودربال. والله أنا هكا خليها اسمع، خليها للزيارة القادمة إن شاء الله. لا لا إن شاء الله يعني نال ثقة زملائي، هي راي المسألة أمانيكم إن شاء الله تتحقق وداي نشكركم عليها. أمانينا بالتوفيق سي إبراهيم بودربالة، شكرا لكم ضيف الانترفيو صفية المحرر، عطينا نشرة مفصلة للأخبار. راجعين بعد النشرة باش يكون معنا المدير العام لديوان الإرسال يعطينا سبب قطع البث لمدة سويعات على زملائنا في شمس فام. راجعين بعد